السلام عليكم، اهلا بكم في داركم وفي كوزينتكم. ها هي جات الحنونه من جديد. نرحب بكم وان شاء الله يا ربي تكونوا كامل مهنيين وكامل يفرحكم. اهلا وسهلا، نرحب باخواتي ان شاء الله وحبيبات قلبي. لا فيديو تاع اليوم رايح نعطيكم روتيني، وشوفوا الزوج تاعي حكرني واحد الحقره واحد الحقره. راني نضحك مع خواتاتي. المهم ان شاء الله تدخلوا وتستفادوا، وما تنساونيش غير باللايك، طلعوا لي القناه وطلعوا لي لي فيديو تاعي. والله العظيم راني نخدم يعني ونتعب، ويعني طمعه في ربي هو الاول ومن بعد في خواتاتي، لان نقول لكم الشكوى من غير الله والله راهي مذله. والواحد يعني مهما 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 يعني يكون راه عبد ضعيف. وان شاء الله انا نقول لكم غير عاونوني بلي لايك وطلعوا لي القناه، لان واحد ما راه داير يبخو. هذا واش نقول لخواتاتي، ان شاء الله ربي يفرحنا اجمعين يا ربي. ونبدا مع خواتاتي، يلاه مرحبا بكم. ها نروح نوريو لخواتاتي، تشوفوا زعما قضالي الخضره وكلش. ايوا قلت السيد مين قال لي جاني من الباب جبت لك هديه. يو مرتي جبت لها واحد الهديه. روحوا تشوفوا الهديه اش هي اختكم. ها هذه ها هي الهديه. وقال لي جبت لك هديه وشابه وحمراء كيما كوزينتك. هيا استغل هاي. ها هي هديه تاع حنان، زعما هذه هديه بيناتنا. وما راش يسمع هيا شتو كي يتمسخر بيا. ها من الباب جاي مرتي جبت لك هديه شابه، هيا وراح قشر بها وسيا بها. شوفوا تهبل قال لي تقشر روعه، على ما يجيبونا شطواله واحد اخرين يخلعونا بهم. يجيبونا غير تاع الماكله باش ناكلوهم وتاع النيتواياج. وجبت لك نشافه شابه، جبت لك واحد العصاره تهبل، جبت لك ديك. ها خلوها لربي وصاي. بصح ولا خواتاتي هذه نصحكم بها، كانت عندي اختها في الروز منها. ها هي هذه كاع روز، كنت ديجا وريتها لكم عندها واحد العام ونص هكذاك في مشترياتي. هذا القشاره تهبل، شوف تروح للبطاطا فيت في. هاي لا مارك تاعها، هاي صبروا نوريكم. هذه والله ما على بالي راهم دايرين فيها حبيبي. ها هي ها هي زعما شاف فيها حبيبي قال لك نظن تاع طليان. واه الاولى غير نوريكم باش تتحفزوا تشرو وحده. شوف روعه، شوفوا خفيفه بالخف. ها ما شاء الله. ماذاك الثاني الزروديه الخيار وخفيفه تهبل. اللي تودرت لي غاضتني، تعرفوا غاضتني والله لا بغيت نبكي عليها. وشوفوا هنا الفلفل الحلو هذا انا نبغيه. ها هو هذا جاب لي نص خضر. ها هو وجاب لي نص حلو. تعرفوا على هذا الاحمر اللي حمر كيما هكا مخلط شويه مع الخضر الاحمر، هذا تجي الفلفله تاعها حلوه بزاف وما شاء الله. دوك تشوفوها في روتيناتي ومن بعد نوريكم يعني التنظيم تاع الخضار تاعي وكيفاش اللي تعرف اللهم بارك. المهم نتقاسم مع خواتاتي كيما قلت لكم، راه تغير كبير في القناه. ايا نتلاقاو من بعد نروحوا معايا. وهنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي خواتاتي، هنا كان قضالي يعني كيما اليوم الزوج تاعي في الصباح لما قضالي يعني، وراني سجلت الفيديو تاع التنظيم وكيفاش يعني بزاف تدابير معكم ان شاء الله يا ربي نتقاسمها. ويعني كملت شغلي وكامل. هنا درت العجينه هذه تاع الخبز الساج ولا خبز الساندويش، راهي ولا الخبز السوري ولا راهي في القناه. دوك نحط لكم الوصفه في صندوق الوصف. هنا حضرتها في العجينه في الليل، ومشي في الليل العشيه مور القهوه من بعد ما درت العشاء. انا درت العشاء درت قرنطيطه ودرت معها سلطه ودرت شويه بطاطا كوشه. وهذه العجينه حضرتها يعني الغدوه من ذاك باش نحشيها، يعني درت حسابي انا يعني ندير بروغرام الغدوه واش نطيب. دي فوا نوجد كيما اليوم العجينه ونطيبها وكلش، والغدوه من ذاك اذا كنت انا مبروغراميه ان نحضرها في الصباح بكري يعني كي نوض ونطيبها للعشاء. والغدا نوجده يعني حاجه خفيفه كي نكون نخدم في شغلي، نوجد يعني حاجه خفيفه باش نكمل شغلي به بزربه، واون بليس ما يشدنيش الطياب تاع الفطور ولا العشاء. الوصفه راهي في القناه، دوك نحطها لكم في صندوق الوصف. حلي درتها كاع من فتحت قناتي الجديده. المهم طيبته ودرته في صاشي وخبيته في الثلاجه يقعد طري كما هو ما شاء الله.
لما تحشوه تبغوا تعاودوا تحبوا ديروه في البانينوز، تحبوا تسخنوا الخبز في الميكرووند ولا في الفرغيت تسخنوه وتعاودوا تحشوه. وهنايا راني غسلت بديد، وكيما قلت لكم رايحه نغسل لي كوفيرتور تاعي. شوفوا الكوفيرتا تاعي خرجت تشعل شعير. دوك نحط لكم التدبيره اللي درتها لها ومدت لها لابغيونس اللمعان، شوفوا روعه. وايضا تعقيم خرجت تشوفوا تهبل ما شاء الله تشعل والروايح. دوك نتقاسم معكم غسيلي وكيفاش تبيضوا قشكم. هنايا بديت يعني نغسل حشكم اكرمكم الله، سمحوا لي خياتي، بديت نغسل في لي باسكيت تاع ولادي تاع الشتا، ويعني ورايحه ندير لهم كيما نقولوا لما نخبيهم ندير لهم عفايس باش ما يزنجروش، ويعني وباش ما يديروش الريحه. كي هما كي نغسلهم وندير لهم لا دوسيسون والروايح يعبقوا، رايحه ندير لهم واحد الفايس باش ما يعني غير باش ما كيما نقولوا ما يغملوش وكاع ما يفسدوش. واللي صغاروا على ولادي نمدهم، واللي شتها ثاني شويه مهريه نرميها، واللي صغاروا عليهم هما جدد يعني ماشي مقطعين ولا نمدهم في سبيل الله. وهنايا رحت من بعد ما كملت رحت للتيروار تاع عموره، كيما شفتوا هذاك الطابي مفطه ومطيت له غير مسحه لان راهو نظيف، ودرته ينشف وبالاسبي بلاسبيراتور كيما شفتوني اسبيريت كاع ديك لابوسيغ وكلش، وعاود نظمت عاود خملتها. كانت شويه مكركبه، كي نبعث امينه بنتي ماريا تجيب لي العفايس تاع خوها نبدل له. من بعد نعطيكم طريقتي ان شاء الله يا ربي. شويه تكركبت خملتها نظمتها وطبقت لها قشه في لي تيغواغ الاخرين، المره الجايه ان شاء الله نوري لخواتاتي. قلت لكم نتقاسم معكم كلش جوست للتحفيز باش تتحفزوا يعني، ولا اللي راهي مضايقه ولا مديقوتيا ولا تنوض يعني تنفض الغبار على روحها وتنوض مع حنان حنونه النشاط والحيويه. وهنايا كيما راكم تشوفوا راني نحشي فيه. من بعد ما حضرته قلت لكم لافا يعني ذيك الليله، والغدوه من ذاك راني نخدم في شغلي. كنت ديجا وجدت في الليل الخبز وضروك راني جبته وراني نحشي فيه. هنا كيما راكم تشوفوا راني ندير غير في السلطه والبصل والطوماطيش وال الدجاج هذا، درت البولي هذا غير بال حمرته قطعته وحمرته غير بلي زيبيس تاع الشاورما، وفلفل كحل وسكنجبير وملح وشويه قرصه تاع كركم ونص قلت لكم وملعقه صغيره كاتشب في المقله والزبده وقطره تاع زيت. شوفوا جا ما شاء الله واحد البنه رهيبه وراني نحشي فيهم. كيما راكم تشوفوا. المهم خواتاتي لا بغيتوا البنات سيداتي لا بغيتوا نعطيكم يعني كيما نقولوا طبخاتي الاكل الاسبوعي تاع الاسبوع، اكتبوا لي نعطيكم الاكل كاع تاع الاسبوع نديرها لكم في نهار يعني بروغرام في نهار، ونسرع الفيديو شويه. وتبغي اذا بغيتوا نهضر اوكي نقول لكم فوقه، ما بغيتوش غير نكتب لكم فوق لا فيديو، غير نكتب كتابه فقط يعني. شاك جوغ قلت لكم شاك جوغ شاك سومان نبعث لكم يعني الطبخ تاع الاسبوع. هذه هي كتبوا لي في التعليقات باش يعني تستفادوا وتكون عندكم افكار وما تضلوش تخموا. هنايا هذا الايس كريم راه في القناه، دوك نحط لكم الرابط تاعه في صندوق الوصف، درته معكم هذه سنه ونصف. هنا البانان جمدته ومن بعد ما جمدته قطع درته في الروبو، درت معاه علبه تاع شوكولا تاع دانيت وعملت معاه قشور البرتقال ملعقه صغيره، عطاها ذوق رهيب صدقوني من افكاري جا روعه يهبل، لان القشور تاع البرتقال يتماشاو بيان مع البانان ومع الشوكولا يعطيهم ذوق رهيب. هنا من بعد ما ترحى راكم تشوفوا فيه كريمي ولكن مقلاصي يعني مقلاصي وهو ملحي. درت السكر حسب الذوق، ديروا انا درت 2 ملاعق ولا 3 ما شفيتش 2 ولا 3، المهم انا ندير ونذوق، نتوما ذوقوا ديروا 2 ملاعق وذوقوا. ومن بعد درته في المجمد كيما راكم تشوفوا خواتاتي، كي جمد راه حجره راكم تشوفوا فيه، دا معايا هنا 4 سوايع باش جمد. جوزت هنايا بهذيك لابول تاع لي كلاص لا كويغ هذيك اللي تنحيو بها، نغطسها في المدافي باش غير باش تسهل عليا عمليه القطع. ودرت دي بول وجوزت باللوز مبشور محمص، وهذاك الشربات خدمتها في الدار الشربات وبالحليب، ودرت لها
درت باناشي ودرت كما راكم تشوفوا هذا نديتها للزوج تاعي. دوك نحط لكم ثاني الشربات روعه، شوفوا ذوق رهيب في صندوق الوصف كامل. ان شاء الله يعجبكم روتيني، ما تنسونيش باللايك، ما تفرطوش في الحنونه، والله نحتاج لي لايك ونحتاج القناه تطلع، نموت عليكم. ان شاء الله يعجبكم وفي امان الله.